سريعا، الاهلي بيبحث عن حارس بديل لمحمد الشناوي، طبعا يكون احتياطي مع الشناوي وعلي لطفي. وهل نجل الكابتن شوبير الفترة الجاية مش هنلاقيه داخل النادي الاهلي؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفترة المقبلة. النصر السعودي بيقترب من التعاقد مع بدر بنون. النصر السعودي قدم طلب رسمي ان هو عايز اللاعب بدر بنون، وده اللي هنشوفه الفترة المقبلة داخل النادي الاهلي، وهل اللاعب هيرحل ام هيستمر. ويعني اتجاه الاكبر داخل النادي الاهلي ان هو يبقى اعاره، ده اللي احنا هنشوفه في الفتره المقبله. طبعا الاهلي بيبحث عن مدافع ايمن بجانب كريم فؤاد. وفي برضو معانا خبر تاني، وهو ان الريان القطري بيطلب الحصول على خدمات علي معلول. عروض كتيره قوي متقدمه للعيبه كبيره داخل النادي الاهلي، هل يرحل ايضا علي معلول؟ وعلي معلول من اللعيبه المهمه جدا داخل النادي الاهلي، هل يروح الريان القطري ام يستمر مع النادي الاهلي؟ ده اللي احنا هنشوفه. شفنا في الزمالك ساسي اختار ان هو يروح نادي اخر، هل علي معلول هيرحل ام هيستمر؟ ده اللي احنا هنشوفه الفتره المقبله. طبعا شفاء عبد الله السعيد من فيروس كورونا وانضمامه لتدريبات بيراميدز، الف حمد لله على السلامه طبعا للكابتن عبد الله السعيد، ونتمنى الشفاء لجميع اللاعبين. تقريبا دي كانت اخبارنا معانا، يعني هو اخر خبر معانا، وهو ان تريزيجيه يواصل التاهيل من الصليبي. نتمنى الشفاء لتريزيجيه، ونتمنى الشفاء لكل لاعبتنا في مصر وخارج مصر، ولاعبتنا اي لعيب عموما نتمنى له السلامه ونتمنى له الشفاء ان شاء الله. يعني الاخبار اللي بيبقى فيها كورونا وصليبي والحاجات دي ما نتمناش ان احنا نشوفها. نروح لفاصل ونستقبل ضيفنا الكريم. سريعا، الاهلي بيبحث عن حارس بديل لمحمد الشناوي، طبعا يكون احتياطي مع الشناوي وعلي لطفي. وهل نجل الكابتن شوبير الفترة الجاية مش هنلاقيه داخل النادي الأهلي؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفترة المقبلة. النصر السعودي بيقترب من التعاقد مع بدر بنون. النصر السعودي قدم طلب رسمي ان هو عايز اللاعب بدر بنون، وده اللي هنشوفه الفترة المقبلة داخل النادي الأهلي، وهل اللاعب هيرحل ام هيستمر. ويعني اتجاه الاكبر داخل النادي الاهلي ان هو يبقى اعاره، ده اللي احنا هنشوفه في الفتره المقبله. طبعا الاهلي بيبحث عن مدافع ايمن بجانب كريم فؤاد. وفي برضو معانا خبر تاني، وهو ان الريان القطري بيطلب الحصول على خدمات علي معلول. عروض كتيره قوي متقدمه للعيبه كبيره داخل النادي الاهلي، هل يرحل ايضا علي معلول؟ وعلي معلول من اللعيبه المهمه جدا داخل النادي الاهلي، هل يروح الريان القطري ام يستمر مع النادي الاهلي؟ ده اللي احنا هنشوفه. شفنا في الزمالك ساسي اختار ان هو يروح نادي اخر، هل علي معلول هيرحل ام هيستمر؟ ده اللي احنا هنشوفه الفتره المقبله. طبعا شفاء عبد الله السعيد من فيروس كورونا وانضمامه لتدريبات بيراميدز، الف حمد لله على السلامه طبعا للكابتن عبد الله السعيد، ونتمنى الشفاء لجميع اللاعبين. تقريبا دي كانت اخبارنا معانا، يعني هو اخر خبر معانا، وهو ان تريزيجيه يواصل التاهيل من الصليبي. نتمنى الشفاء لتريزيجيه، ونتمنى الشفاء لكل لاعبتنا في مصر وخارج مصر، ولاعبتنا اي لعيب عموما نتمنى له السلامه ونتمنى له الشفاء ان شاء الله. يعني الاخبار اللي بيبقى فيها كورونا وصليبي والحاجات دي ما نتمناش ان احنا نشوفها. نروح لفاصل ونستقبل ضيفنا الكريم.